بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم في حلقة جديدة متجددة بمواضيعها ومحطاتها المختلفة من برنامج من عمان. هذه المحطات بالتأكيد تأتيكم يوميا من الثامنة وحتى التاسعة ما عدا يومي الجمعة والسبت. هذه المحطات جميعها نختارها لكم من عمان. في حلقة الليلة مشاهدين العديد من المحطات المتنوعة اللي نتمنى أنها تنال على استحسانكم ورضاكم. في محطتنا الأولى مشاهدينا راح يكون معنا وقفة مع وزارة الخدمة المدنية وموضوع اختبارات التوظيف ل 2095 وظيفة اللي تم الإعلان عنها مؤخرا. كذلك محطة أخرى مع حماية مشتركين عمانتل من ارتفاع فواتير التجوال الدولي. يمكن الكثير يعاني من هذه المشكلة، الحل راح يكون معنا ويتعرف عليه من خلال متابعته لهذه المحطة. أيضا في محطة أخرى لدينا تطبيق معلومات الانتظار، هذا التطبيق الذي فاز في معرض جنيف الدولي للابتكار والاختراع، وبالتأكيد وراه طلبتنا العمانيين. محطتنا الأخيرة مع مبادرة من أحد الشباب العماني قرر أنه يجوب العالم فقط للتحذير والتوعية من مخاطر آفة المخدرات. إذن هذا مجمل محطاتنا في حلقة الليلة، هذا بالإضافة إلى تقاريرنا المتنوعة اللي نتمنى أنكم تقضون برفقتها أمتع الأوقات، وحياكم الله. بعد إعلان أكثر من 2090 وظيفة حكومية شاغرة بمختلف المؤسسات الحكومية، باشرت وزارة الخدمة المدنية إجراءات التوظيف، وذلك من خلال نظام التوظيف المركزي الذي يقوم بتقديم الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف المختلفة. ويتميز نظام التوظيف المركزي بالشفافية والوضوح، كونه يعتمد على التقنية الحديثة بعيدا عن تدخل العنصر البشري، حيث يتم تقديم الاختبار من خلال الكمبيوتر، ثم تظهر النتائج مباشرة على الشاشة بشكل يضمن للجميع دقة النتائج وسلامتها من التلاعب. وبالرغم من ذلك، إلا أن الكثير من المتقدمين لشغل الوظائف أبدوا امتعاضهم من أسئلة الاختبار بصفتها لا تمت للتخصص بصلة، متمنين أن تركز الأسئلة على التخصص والوظيفة التي تقدموا لها بعيدا عن الأسئلة العامة. حياكم الله مشاهدينا. إذا مع محطتنا الأولى مع إجراءات اختبارات التوظيف، الاختبارات التحريرية وأيضا المقابلات الشخصية الوظائف المعلن عنها مؤخرا من قبل وزارة الخدمة المدنية. حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستديو الشيخ سعود بن حمد آل حمودة، مدير عام التوظيف بوزارة الخدمة المدنية. مساكم الله بالخير الشيخ سعود. مساكم الله بالنور، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة الكريمة. حياكم الله. إذا يعني من مع يعني خلينا نقول الإجازة، إجازة أو نهاية الأسبوع الماضي، بدأت في إجراء اختبارات التوظيف، وكانت البداية في محافظة الوسطى. نعم هو كذلك. نعم هو صدر طبعا إعلان بتفاصيل هذا البرنامج يمكن تاريخ 6 من هذا الشهر، وطبعا كانت الانطلاقة من مركز استحدث طبعا في محافظة الوسطى. نعم. وحقيقة هذا مركز جديد كان الوزارة طبعا بناء على رغبة المواطنين في المحافظة
لتسهيل الأمر طبعا فتح هذا المركز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وهو في مدرسة هيمة للتعليم الأساسي. والحمد لله كان هناك حقيقة ارتياح، يعني لأنه باعتبار المواطنين كانوا في السابق يختبرون في ولاية نزوة يعني، وكان يقطعوا مسافة طويلة. والحقيقة في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة للتسهيل على المواطنين في هذا الجانب، يعني شك الفريق من الوزارة، وانطلق الفريق طبعا في بداية الأمر لتهيئة الأمور في هذه المدرسة. ومن ثم طبعا في يوم الجمعة الحمد لله يعني الأمور مشت بكل سلاسة بناء على ما تم تهيئته مسبقا. لهذا الأمر، ويعني لمدة يومين طبعا انهينا إجراءات كل ما يتعلق بوظائف الوسطى التي تحتاج إلى اختبارات في المكان نفسه. لمدة يومين. وأنا حقيقة تسمحي لي في هذا الجانب طبعا أنه أوجه حقيقة كلمة تقدير وشكر للإخوة القائمين من موظفي الوزارة على هذه المهمة. والحقيقة كانوا فعلا قد المسؤولية في هذا الجانب، هم إذا يعني تقنيا في الجانب الفني وفي الجانب الإداري، وجهد حقيقة جدا مقدر لهم. وطبعا البرنامج طبعا مثل ما أنتم متابعين، يعني احنا بدينا في مسقط اختبارات بالأمس لمحافظتي مسقط وجنوب الباطنة. ويستمر البرنامج الاختبارات في مسقط لمدة حوالي 10 أيام عمل، لحوالي 9000 أو يتعدى 9300 متقدم. وفي الحقيقة احنا يعني لو ننظر طبعا بالمقارنة الأرقام مع طبعا الأيام، فهي حقيقة يعني يعكس سلاسة الأمور الآن، وبموجب طبعا ما تقوم أو ما هو الآن متوفر لدى الوزارة من تقنية تستخدم. والحقيقة الوزارة مثل ما هو أو الجميع مطلع حاليا، جميع الأمور تتم بطريقة الآن آلية وتقنية. وهذه الحقيقة هي بنية أساسية قوية تساعد الوزارة في الإنجاز في فترات قياسية جدا. وطبعا اللي هي والأهم من هذا كله أن كل تفاصيل الأمور الآن يعني تتم بكل شفافية. فيها أي جانب للعنصر البشري. وطبعا هذا اللي هو الآن يعني اللي احنا الحقيقة نفتخر فيه بشكل حقيقي كبير، لأن الوزارة وصلت لهذه المرحلة من المراحل. جميل. في هذا الجانب. هذا فيما يخص طبعا آليات إجراء الاختبارات، وعن طريق طبعا اللي هو نظام التوظيف المركزي اللي ما شاء الله خلال السنوات يثبت مدى جدوى وشفافيته أيضا في التعاطي مع التوظيف. بالنسبة شوي لو نرجع الشيخ سعود ل مرحلة اختيار أو فرز المتقدمين للوظائف 2095 وظيفة، اللي كان يتابع أنه كان في عدد المتقدمين أكثر من 45,000 تم فرزهم للاختبارات لهذه الوظائف، ووصلوا إلى 19,000 تقريبا و300 إن لم أكن مخطئة. فأكيد الكل حاب يعرف على أي أساس تم فرزهم واختيار هؤلاء ليتقدموا أو يترشحوا لإجراء الاختبارات وأيضا المقابلات. هو بطبيعة الحال يعني فعلا يعني هو العدد المتقدمين على 2095 شاغر وظيفي معلن عنه كانوا تعدوا تقريبا أو في حدود 45، وهذا المعتاد حقيقة. وفق المؤشرات السابقة الإعلانات الماضية هذا متوسط عدد المتقدمين. فبطبيعة الحال من الصعب طبعا جدا بأن يعني تعمل إجراءات لكل هذه الأعداد، يعني لعدم وجود حقيقة يعني أحيانا بعض الوظائف لو ناخذها بالوظائف، في بعض الوظائف عدد المتنافسين عليها أعداد كبيرة. فإحنا الحقيقة يعني آلية الفرز في الحقيقة هي معلنة يعني وموجودة في الإعلان، مش لأول مرة، هذه يمكن ثالث مرة تستخدم. فإحنا حددنا بالنسبة للوظائف التي تشغل بمستوى دبلوم تعليم عام فأعلى، وهي وظائف كتابية أو وظائف تخصصية معينة، حددنا 30 بمعدل 30 لكل شاغر وظيفي يدخل التنافس حسب أقدمية المؤهل. وهذا حقيقة كان معلن وواضح للجميع. أما فيما يتعلق بالوظائف التي تسمى أو تصنف كوظائف حرفية وخدمات معاونة، هذه حقيقة كانت بمعدل 10
لكل شاغر وظيفي حسب الأكبر سن. نعم. فهنا احنا عندنا هدف حقيقة انه يعني نعطي نوع من الأولوية لقدام الخريجين، وهذا حق اعتقد لهم نوعا ما يعني، وبالتالي هذا ما كان يعني حقق او تم تحقيقه من خلال الفرز، بالاضافه الى نعطي نفس الشيء بالنسبه لكبار السن، نعطيهم نوع من الاولويه باعتبار انهم قد يكون فرصهم بالنسبه للوظائف الاخرى ضئيله بالمقارنه مع هذه النوعيه من الوظائف مثل الحراس او السواق الى اخره. نعم، يمكن في لوم كبير على وزاره الخدمه المدنيه، وحتى يعني لما يعني بسبب مثلا قله الوظائف، يعني 45 ألف عدد كبير ولكن عدد الوظائف يعني بسيط بالنسبه ليهم جميعا، وانت حضرتك قلت ان هذا المتوسط عاده اللي تستقبلونه فيما يخص اللي المتقدمين للوظائف المعلن عنها عادة. طيب خلينا بس نوضح للمشاهدين دور وزارة الخدمة المدنية، هل فعلا هي المسؤولة عن توفير هذه الدرجات خلينا والوظائف الشاغرة للمواطنين الباحثين عن عمل؟ هو الحقيقة احنا نفرق بين شيئين، نفرق بين الشواغر الوظيفية وبين ما تقوم به الوزارة من إجراءات. نعم. طبعا الشواغر الوظيفية ليس لدى أو لوزارة الخدمة المدنية يعني شيء مباشر فيما يتعلق بهذه الشواغر، وإنما هي تحدد طبعا من قبل الوحدات الحكومية، والوحدات الحكومية تحدد هذه الشواغر طبعا بناء على احتياجات فعلية، إن كانت هذه الاحتياجات تعكس يعني متطلبات معينة لتوسعات مستقبلية، وإن أو أنه مثلا تعويض أعداد معينة مثلا خرجوا عن الخدمة إلى آخر من أمور مهمة في هذا الجانب. نعم. فالوزارة طبعا تسعى وتجتهد من أن يعني قدر ما تستطيع أنه هذه الشواغر بالتنسيق مع الوحدات الحكومية تزيد وفق الحاجة، وهذا طبعا انعكس الجهود انعكست خلال طبعا الفترة الماضية، فعلا كان هناك أنا أشعر أنه فعلا يعني متوسط الاستيعاب في قطاع الخدمة المدنية يعني ازداد من تقريبا بحدود 4000 إلى 6000 سنويا إلى أن وصل حاليا المتوسط أنا أتكلم السنوي في حدود 10000 إلى 12000 مواطن، فالجهود طبعا يعني موجودة ومستمرة، ولكن احنا نؤكد كذلك انه ليس لدى وزارة الخدمة المدنية اي علاقة مباشرة. يعني الشيخ ممكن نقول ان وزارة الخدمة المدنية هي تلعب دور الوسيط بين الباحثين عن عمل وايضا الوحدات الحكومية المختلفة؟ هو دور نعتقد يعني دور تنسيقي مهم، دور تنسيقي مهم يعني جدا، ويعني حقيقي هذه الجهود يعني فعلا من خلالها يعني تحققت كثير من النتائج الإيجابية. أنا أتكلم عن سعة الاستيعاب يعني. نعم. أما إذا كان الوقت يسمح، أما فيما يتعلق طبعا بالإجراءات اللي نتكلم عنها الآن، الإجراءات الاختبارات والمقابلات، الحقيقة أن الوزارة يعني حققت يعني تقدم ملموس جدا في هذا الجانب، ولديها الكثير من الخدمات، إن كان وقت برنامجكم يسمح نتطرق لجانب جزء منها. نعم، في أشياء جديدة وعادة ما تكون مع كل إعلان للوظائف وإجراء الاختبارات والمقابلات، هناك الجديد لديكم. نعم. نتعرف على الجديد غير المركز اللي تكلمنا فيه مع بداية اللقاء في محافظة الوسطى. يعني احنا ممكن نتكلم عن المراكز الجديدة لأن عندنا غير الوسطى. نعم، أيضا فيما يخص الإجراءات. نعم. طبعا يعني احنا بداية من تلقي طلبات المواطنين، احنا يعني في الوزارة طبعا الميزة انه احنا نقيم كل مرحلة من المراحل اللي نمر عليها. نعم. طبعا ونرصد اي جوانب قد تكون مهمة للتطوير، وناخذ اراء المواطنين. طبعا اراء المواطنين عندنا في هذا الجانب مهمة، لان احنا نعمل استبيان. صحيح. استبيان هذا نتبنى في هذه الاراء ونعمل على التطوير. من ضمن الاشياء طبعا اللي عملناها مهمة هي كيفية التعامل مع استقبال الطلبات بشكل يكون اكثر سلاسة واكثر مرونة. يعني احنا في السابق كنا نتلقى بلاغات مثلا لبعض الصعوبات التي تواجه المواطنين في فترة التسجيل ورقيا. نعم. هذه المرحلة طبعا احنا تلقيناها او تم تصميم النظام الآلي بحيث هو النظام آليا يعمل عملية اللي هي تحليل هذه طبعا البلاغات او هذه الطلبات، وبالتالي اذا كان هناك من إشكالية يعمل اوتوماتيكيا يعني من خلال نفس النظام تحديث البيانات. صحيح. الى اخر من امور. نعم. ويرد طبعا بشكل مباشر، تخلصنا من الكثير من العمل الورقي في هذه الجزئية.
طبعا هناك احنا عندنا المركز الاتصال المعروف في فترة التسجيل، ويتعامل مع أي إشكالية طبعا المواطن ممكن يواجهها في فترة التسجيل. هناك خدمات أخرى طبعا من خلال الموقع اللي هو الآن استقبال الطلبات، وانتم عارفين إذا كان من خلال خدمة الاسمس من أي موقع إن كان صحيح. وهذا تسهيل كبير طبعا وإنجاز، احنا نرى أنه إنجاز جدا رائع وكبير، لأنه يعني الطلب ممكن تقديمه من أي مكان حتى وإن كان المواطن خارج السلطنة. بطريقتين، إما بطريقة الاسمس أو بطريقة طبعا الموقع، وبكل سهولة وبساطة، يعني الخطوات جدا بسيطة. هناك خدمات أخرى تتعلق بطبعا بعد إصدار مواعيد الاختبارات، بالإمكان طبعا المواطن بطريقة الاسمس يعرف موعد اختباره بتفاصيله، نعم، وين وأي ساعة وأي وقت. كذلك بإمكان أنه يدخل على الموقع أو من خلال الاسمس يعرف إذا كان هو طبعا رشح من ضمن المرشحين بعد الفرز أو من لم يكن من ضمن المرشحين. نعم، فإحنا نتمنى طبعا من خلالكم أنه هذه الخدمات موجودة يستفيد منها المواطن. كذلك هناك خدمة جدا أنا أعتقد مهمة ومفيدة في فترة التسجيل، هناك إحصائية بإمكان أي مواطن طبعا يتابع هذه الإحصائية فترة التسجيل ويستفيد منها في صحيح. في تعديل خياراته إن نعم. كان هناك في تنافس في وظيفة معينة ممكن يلغي طلبه طبعا بطريقة موضحة وينتقل إلى طبعا وظيفة أخرى، وهذه تتيح له مجال أفضل. جميل. نعم. يعني إحنا عندنا العديد من الأسئلة، خلينا نتكلم عن يمكن اللي تابع أمس نشرات الأخبار، وكان في تقرير عن بدء إجراءات الاختبارات لوظائف محافظتي مسقط وأيضا جنوب الباطنة. أحد اللي أجروا معهم اللقاءات قال إحنا نتمنى أن الأسئلة، أسئلة الاختبارات هذه تكون مركزة على التخصص وما يطرحوا لنا أسئلة عامة. أنا يعني تابعت طبعا التقرير، وأنا أؤكد يعني من خلالكم طبعا أنه الأسئلة في الأصل هي تتركز فعلا في التخصص. نعم. ويمكن نسبة 60-70% من الأسئلة التي تظهر للمتقدم هي في أساسيات التخصص، حتى احنا تعمدنا أن ما تكون بتعمق على أساس أنه ما نصعب المسائل يعني، وطريقة الخيارات المتعددة، فهي في الأصل في التخصص. هناك بقية الأسئلة البسيطة اللي هي متنوعة سواء كان في المعلومات أو في الثقافة العامة أو في الذكاء، وهذا اللي أنا لاحظته حتى من خلال تقارير في الصحف اليوم أن في ارتياح من قبل المواطنين اللي هم طبعا وكان لهم رأي في هذا الجانب، أنه الأسئلة متنوعة وجيدة وما كان فيها إشكالية يعني أيضاً. بس أنا أضيف جزئية بسيطة أنه هذه الأسئلة تم مراجعتها في الأصل من خلال أساتذة متخصصين، وبناء كذلك على رغبة المواطنين، فإحنا أصلا سهلناها، يعني كانت هي تتدرج بين الصعب للمتوسط للسهل. حقيقة الوزارة بناء على هذه الرغبة إحنا حاولنا قدر ما استطيع أن نخليها في المستوى الأقل صعوبة ممكن، يعني ما تكون صعبة، تكون في المستوى السهل. جميل. إذا يعني أيضا فيما يخص خلينا نتكلم عن في حالة التعادل أيضا، يمكن هذه ما واضحة ومن الجيد أن نوضحها من البداية اللي إن شاء الله المترشحين لإجراء الاختبارات وأيضا المقابلات. يعني في حال خلينا نكون في الاختبارات يمكن هذه أكثر شيء تطبق، في حال تعادل التساوي في النتيجة. نعم، التساوي في النتيجة هذا هو زين الاخت عايده. الان طبعا في الاعلان هذا كله موضح حقيقه في الصفحه الاولى من الاعلان، يا ريت ان المواطنين يطلعوا على الصفحه الاولى، دائما فيها هذه المعلومات. هو في حاله التساوي في النتيجه طبعا في نتيجه اختبار، نعم، وفقا للماده 14 من اللائحه التنفيذيه يقدم الاعلى مؤهلا في حاله انه شخص عنده مؤهل اعلى، في حاله مؤهلة. التساوي نعم. يؤخذ الاقدم تخرجا، نعم، في حاله التساوي في الاقدميه يروح او الماده حددت انه يكون الأسبق قيدا في سجل القوى العامله ومن ثم للاكبر سنا. هذه بالنسبه للوظائف الكتابيه، لكن بالنسبه للوظائف الحرفيه يكون الأسبق قيدا ومن ثم الاكبر سنا. جميل جدا. نعم. إذن جهود تشكرون عليها، جهود مشهودة لكم فيما يخص الاختبارات والتوظيف، أكيد يعني مسؤولية كبيرة تقع على عاتقكم، وأنتم قدها بإذن الله. الشيخ سعود بن حمد آل حمودة مدير عام التوظيف بوزارة الخدمة المدنية، شكرا جزيلا لك ونورتنا في من عمان. الله يخليكم وشكرا لكم على تغطيتكم لهذه المناسبة واجب. يعني وأنا أعتقد فعلا هي تهم شريحة كبيرة من المجتمع، فهي جهود مقدرة كذلك لكم على هذا ما تقومون به. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا بعد الفاصل مشاهدينا محطة أخرى، إذا كنتوا تعانون من ارتفاع فاتورة التليفون أثناء التجوال خليكم معنا لأن الفقرة التالية تهمكم.
يمكن لموظفي الحكومة التفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة وفقاً للضوابط التالية: أن يكون الموظف عماني الجنسية وألا يزيد عمره عن 45 عاماً، وأن يكون الموظف على رأس العمل مدة لا تقل عن 3 سنوات وألا تزيد عن 15 سنة. يتقدم الموظف بطلب الاستقالة قبل 3 أشهر من التاريخ الذي يحدده للاستقالة. تقبل الاستقالة في حال عدم الرد برفضها خلال 30 يوما. يتسلم المتفرغ مبلغا شهريا ما يعادل راتبه لسنة كاملة. مع تحيات الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. دجاج الصفاء. قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفاء دائما. 100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. حياكم الله مشاهدينا. إذا محطتنا اللي في الدقائق التالية حول حماية المشتركين مشتركين عمان تل من ارتفاع فواتير التجوال الدولي، وحول هذا الموضوع معنا المهندس جهاد بن أحمد الأنصاري مدير أول علاقات المشتركين بعمان تل. مساك الله بالخير معنا المهندس جهاد. بالنور دخت عايدة، كيف حياكم الله. حياكم. إذا يعني موضوع جدا حساس ومهم ويهم نسبة كبيرة خاصة ليسافرون، وإحنا مقبلين الحين على صيف أيضا والناس حابين يسافرون ويقضون الصيف خارج السلطنة، ولكن يمكن من الأسباب اللي تنغص عليهم استمتاعهم برحلاتهم اللي هو ارتفاع فواتير المكالمات الدولية. حياكم الله. حياكم الله الأخت عايدة. أولا نشكركم على طرح هذا الموضوع، وخصوصا مثل ما تفضلتي انه مقبل على مرحله واجازه صيفيه والناس كلها مخططه للسفر. طبعا نحن نشجع الناس تسافر، ما عكس ذلك يعني. تشجعون ايضا على العلاقات وما يعني التواصل. نعم. لو تخلينا بس اول شيء نعطي نبذه للمستمعين، ايش هي خدمه التجوال للمشاهدين؟ خدمه التجوال هي توفر من قبل شركات الاتصالات والتي تجعل المشترك على تواصل من خلال استخدام نفس الشريحة اللي هي كان يستخدمها محليا، وذلك الاستخدام العادي اللي هو للاتصال أو استقبال الرسائل أو إرسال الرسائل النصية، وكذلك تصفح الانترنت. نعم. طيب عادة يعني الناس يحتفظون بشريحتهم ويستخدمون رقمهم وهم في الخارج. ولكن اللي ما يتوقعونه هو الغلاء الكبير أو ارتفاع فواتيرهم فيما يخص يعني استخدامهم لهذه الخدمة. إيش تفسيركم لهذا الارتفاع المهندس؟ طبعا أسباب الارتفاع، هناك أسباب عديدة لارتفاع التجوال الدولي. نحن نشجع المشتركين قبل أن يسافروا يخططوا للسفر، يكون تخطيطهم لخدمة الاتصالات واحدة من النقاط اللي يجب أن يخططوا لها. جميل. طبعا هذه المشغلين نحن عندنا تقريبا ما يقارب 1200، ما يزيد عن 1275 مشغل في أكثر من 190 دولة حول العالم، وقد نجد في بعض الدول أكثر من مشغل، قد يصل عدد المشغلين من 3 إلى 4 مشغلين في بعض الدول. نعم. وطبعا الإدارة تركز على اختيار الوجهات الأكثر ارتيادا من قبل المشتركين، ونحاول أن يعني نحصل على اتفاقيات مناسبة للمشتركين. جميل. ولكن نجد في بعض الأحيان أن بعض الدول مثلا سعر التكلفة فيها عالي، وليست لنا استطاعة أن نحن نجبر الشركات هذه على تنقيص أو تخفيض هذه التعرفة،
لأن هذه سياسات وخاصة بهذه الشركات. ولكن كل اللي علينا أن نحن نطلب نوعي المشتركين ونطلب منهم زيارة الموقع الإلكتروني، لأن هذه المعلومات كلها متواجدة في الموقع الإلكتروني. جميل. نعم. إذن يعني أفهم من كلامك المهندس أن في أصلا يعني تنسيق بينكم وبين شركات الاتصالات في مجمل دول العالم حول التعرفة ويعني للحد من ظاهرة ارتفاع التجوال الدولي. نعم، هناك اتفاقيات دولية بيننا وبين المشغلين في الدول الأخرى، وفي تنسيق دائم بيننا وبين المشغلين. وفي حال أن ورد لنا شكوى مثلا من أحد المشتركين يشتكي من غلاء الفاتورة، فنحن الإجراء الأول عندنا عدة إجراءات. الإجراء الأول نقارن الفاتورة أو البيانات اللي موجودة في الفاتورة بالبيانات اللي وردت من الدولة المستضيفة إليها أو المشغل المستضيف. نعم. نقارن هذه البيانات ونشوف إنها إذا كانت مثلا يعني فيها فرق نحاول إن نحن نطلب تأكيد لصحة البيانات. طبعا المشترك بعض الأوقات يصر أني أنا ما مقتنع بهذه البيانات. نعم. ففي هذه الحالة نحن نطلب من المشغل في البلد المستضيف أنه يوافينا بتأكيد لصحة هذه البيانات. طبعا نحن متأكدين أنها صحيحة، ولكن من أجل إقناع المشترك نطلب من المشغل أنه يعطينا تأكيد لصحة هذه البيانات. فيتم مقارنتها مرة ثانية بالفاتورة اللي موجودة عند المشترك. طيب، يعني أحيانا بعض المشتركين أصلا يعني لديهم سقف ثابت في الفواتير، كيف يرتفع هذا السقف؟ يعني دام أنهم أصلا محددين أنه والله إذا زاد المفروض يعني كذي، إذا زاد عن هذا السقف على طول يقطع الخط ولا يتراكم عليه مبالغ. نعم، كما تعلمين أخت عايدة السقف يكون عادة في البلد المحلي. لما يكون المشترك على الشبكة المحلية نحن عندنا تحكم في الاستهلاك. لكن حالما يخرج من شبكتنا إلى شبكة أخرى طبعا ما يكون عندنا تحكم على الاستهلاك، فالبيانات هذه بعض الأوقات توصل متأخرة، هذه البيانات ما لحظية. نعم. فتوصل متأخرة، فنظام الفوترة عندنا في الشركة ما يستطيع قراءة هذه البيانات في الوقت نفسه اللي يستخدم المشترك في البلد المستضيف. فقد يكون أنه البيانات هذه تزيد عن حجم الاستهلاك، وبالتالي السقف لا يندرج تحت المكالمات التجوال الدولي والاستخدامات التجوال الدولي لا تندرج تحت السقف. إذن هذه معلومة مهمة. نعم. بالنسبة للمستخدمين أن اللي مفعل يعني خدمة هذه السقف أنها أصلا يعني ما تشتغل هو برا ولكن في إطار البلد. نعم، خدمة السقف هي في إطار البلد. خدمة التجوال الدولي طبعا هي تكون مشغلة بطلب من المشترك نفسه. نعم. عندما يذهب لشراء أو لاقتناء شريحة من عمانتل تكون في الاستمارة هذه واحدة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي توفرها عمانتل من الخدمات العديدة. ربما يعني بعض المشتركين يفكرون أن لما يفعلون خدمة اللي هو يعني السقف الثابت هذا خلاص يشمل الكل حتى على التجوال الدولي. نعم، نحن طبعا قمنا بعدة مبادرات. من ضمن هذه المبادرات أن نحن دائما نرسل رسائل نصية قصيرة. نعم. للمشتركين أن مكالمات التجوال واستخدامات البيانات أثناء التجوال لا تندرج تحت السقف. جميل. كذلك قمنا بعمل رسالة أو مسج في الفاتورة نفسها للمشتركين، وبينا هذه الفقرة أن مكالمات التجوال واستخدامات التجوال لا تندرج تحت السقف، وهذه دائما تكون في الفاتورة الشهرية للمشتركين. جميل. كذلك قمنا مؤخرا في بداية 2013 في يناير 2013 قمنا بعمل إضافة لنظام الفوترة. نعم. يقوم هذا النظام بعمل إرسال رسائل تحذيرية للمشتركين عند وصولهم إلى مستويات محدودة. فلما يوصل الاستهلاك إلى 100 ريال يقوم 100 ريال من استخدام البيانات. نعم. اللي هي خدمة الداتا. يقوم النظام هذا بفصل خدمة التجوال للبيانات فقط. نعم. بحيث أن المشترك يكون على خدمة الاتصالات موجودة، وإذا حب أنه يستمر في الخدمة ويكمل ممكن يتصل على مركز الاتصال عن طريق 00968500124 ويطلب تفعيل الخدمة، فبيقوم الموظف في مركز الاتصالات بتفعيل الخدمة له وبيكمل.
ولكن بعدين بتكون تبعات على المشترك هذا. نعم. يعني الحين وإحنا مستضيفينك المهندس جهاد يقولون يعني ما معقول شركة اتصال تنصح الآخرين، لأن هاي في فائدة حقكم أنتم. نعم. في الأخير، ولكن إحنا مستضيفينك عشان تنصح الناس فيما يخص هذه النقطة بالذات، كيف يحدون من ارتفاع فواتيرهم في التجوال الدولي؟ نعم، نحن نعتني بالمشتركين ونحاول أننا يعني نكون موفرين لهم هذه الخدمة. وبغيت أركز على نقطة أخت عايدة، أكثر من 85% من عائد التجوال الدولي لا يكون لعمان تل أو للشركة الأم، بينما هذا يكون للمزود بالخدمة في البلد المستضيف. فنحن ننصح يعني لا أنتم مستفيدين ولا هو مستفيد. هو الجميع مستفيد، ولكن يعني هذه الخدمة تكون خدمة مضافة للمشترك. نعم. على أساس أنه يكون على اتصال مع البلد يعني والإخوان. نعم. جميل جدا. إذن فقط نتمنى. أيوة تفضل. بغيت أركز بعد على نقطة، في عدة شكاوي يعني جاتنا، قال أنا أستخدم الواتساب. فلما الواحد المشترك لما يسافر، طبعا يمكن بعض المشتركين يعتقدوا أن استقبال الواتساب يكون مجاني. طبعا استقبال الواتساب هذا يحتاج إلى خدمة البيانات أو بيانات تجوال. نعم. ومعظم الهواتف الذكية فيها تطبيقات تحتاج الاتصال بالانترنت، مثل تحديد الموقع، الطقس، بعض الأخبار، خدمة الأخبار العاجلة، فهذه كلها تتطلب اتصال دائم بالانترنت. نعم. وهذا الاتصال طبعا راح يكلف المشترك. صحيح. ففيه نقطة يجب التركيز عليها، أن خدمة الأسماس، استلام الرسائل النصية القصيرة الأسماس مجاني، بينما استقبال رسائل الواتساب ليست مجانية. جميل، معلومة أيضا. نعم. تفيد في الحد من ارتفاع الفواتير أثناء التجوال الدولي. المهندس جهاد بن أحمد الأنصاري، مدير أول علاقات المشتركين بعمان تل، شكرا جزيلا لك ونورتنا في من عمان. شكرا لأخت عايدة، جزاكم الله خير. شكرا. إذا بعد الفاصل، إنجاز عماني جديد حققه طلبة جامعة السلطان قابوس، خليكم معنا. زاوية مشرقة من وحي الفن شعار معرض هذا العام، لتتحول قاعته إلى زوايا فنية تحدثت بلغة عبرت عن أفكار ومشاعر ليس بمقدور إنسان آخر التعبير عنها سوى الفنان. أكثر من 300 عمل فني تنوعت بين أعمال التصوير بمختلف أقسامه والمنحوتات الفنية بأشكالها والأعمال الخزفية والتصوير الضوئي والخط العربي. طبعا الجديد في النسخة الرابعة، أول حاجة أنه تنوع الأعمال المقدمة من عدد المشاركين، حيث بلغ عدد المشاركين ما يزيد على 133 مشارك طبعا من داخل السلطنة وخارجها، بالإضافة إلى أعداد الأعمال المقدمة حيث تفوق 300 عمل فني. أيضا الجديد في هذا أنه تنوع الأشياء الموجودة والمعروضة، سواء كانت هذه الأشياء فنية من ناحية الرسم أو التصوير أو النحت أو الأعمال المنسوجات. إضافة إلى ذلك الورش الفنية المصاحبة، ورشة الريادة الفنية، ورشة التربية الفنية، ورشة الخط العربي، هذا كل إضافة. بالإضافة إلى ذلك زيادة عدد المشاركين من الدول الشقيقة، من المملكة العربية السعودية، من جمهورية مصر العربية، من مملكة البحرين، من المملكة الأردنية الهاشمية، وأيضا من جمهورية العراق. أهمية هذا المعرض كمعرض فني، معرض الدولي للفنون التشكيلية، لأهمية كبيرة، خاصة أنه دولي ومشاركات كبيرة من الدول أخرى ومؤسسات أخرى خارج وداخل السلطنة. يفيد أيضا في هي تنمية الغذاء الخيال والغذاء الروحي للمخيلات، أيضا يفيد اللي أخذ خبرات أخرى من الأعمال الأخرى من اللوحات الثانية، أشارك في لوحاتي، أخذ انتقادات، أخذ خبرات ثانية. ضمها المعرض لتسرد حكايات الجمال والخيال من داخل السلطنة وخارجها. المدارس الفنية بأنواعها الكلاسيكية والتجريدية والواقعية تجذب زوار المعرض للاستمتاع بألوان الفن في معرض يعد الأكبر والأوسع من نوعه في السلطنة.
بالنسبة للمعرض أنا ما كنتش في الأول فاهم أن أنا هكون في وسط بوتقة عالية جدا جدا من التقنيات والأفكار والحاجات الخطيرة دي بالطريقة المعتادة، يعني خاصة أن أغلبها عرب، يعني ناس من العرب عندهم دافعية عجيبة جدا للتعامل مع الذوق والإبداع يعني. فلما جيت لقيت الحمد لله خدت مكان في وسطهم سلس وجميل قوي، وحسيت ان الامور مش مزعجه بصراحه يعني. والله المعرض ما شاء الله هو بيكون دائما المعارض اسراء للفنانين اي مشارك، لان يعني بيكون محتاج ان هو يرى الجديد ويرى الابتكارات الجديده من المشاركين، فبيطرح عندنا في المستقبل افكار، وطبعا الكل بيتعرف وثقافات، هو الفن لغه يعني البلاد الثقافة يعني. مبدعو عمان اختاروا زاوية من زوايا المعرض لتقديم لوحات عبرت عن ملكات خيالهم وأفكارهم المستوحاة من الطبيعة والحياة العمانية الملهمة، فيما كان للأعمال الفنية المتعلقة بالحرف التقليدية بالسلطنة زاوية أشرقت بجمال آخر. حياكم الله مشاهدينا الكرام. يمكن في يوم من الأيام تعرضتوا أنكم رحتوا لمكان وكان في انتظار طابور، يعني طابور طويل كذي قاعدين ينتظرون دورهم، أخذتوا رقم وقلتوا بعد باقي وايد وقت خلوني أخلص شيء كذي مشوار وبرجع، رجعتوا لقيتوا أن دوركم راح، أكيد يعني موقف لا تحسدون عليه، ويمكن ضيوفنا تعرضوا لهذا الموقف وبالتالي قرروا أنهم ينفذون تطبيق اللي هو تطبيق معلومات الانتظار، وبالفعل قاموا بهذا التطبيق، شاركوا به في معرض جنيف الدولي للابتكار والاختراع، وكانت النتيجة هو حصولهم على الميدالية الذهبية في النسخة 42 من هذا المعرض. إذن خلونا نرحب بأصحاب هذا المخترع الجميل، تطبيق معلومات الانتظار، الطلبة مانع بن سعيد الكلباني، حياك الله يا مانع، وأيضا سالم بن حمود الزيدي، حياك الله يا سالم، طلبة بكلية العلوم بجامعة السلطان قابوس قسم علوم الحاسب الآلي، حياكم الله، ألف مبروك. الله يبارك فوزكم، نبارك ليكم ونبارك لنفسنا أيضا وللسلطنة فوزكم بالميدالية الذهبية عن تطبيق معلومات الانتظار. كلامي صحيح؟ تعرضتوا لهذا الموقف بالتالي فكرتوا؟ هو تعرضنا هالموقف، فاحنا عندنا يعني عندنا التكنولوجيا وعندنا التقنية، فليش احنا ما نستغل هالشيء في هذا عشان نجد حل للمشكلة هذه. جميل، والحمد لله يعني وجدنا حل للمشكلة هذه وشاركنا في المعرض، الحمد لله يعني الفكرة لاقت كثير من الإعجاب من قبل الزوار جميل يا مانع. سالم، خبرنا عن هذا التطبيق، إيش هو هذا التطبيق؟ آلية عمله؟ طبعا بداية تحية للمشاهدين عبر قناة عمان الفضائية. طبعا التطبيق فكرته اللي هو أنت أول قبل لا تروح لمكان مزود الخدمة، طبعا بإمكانك التطبيق يمكنك من طلب اللي هو التذكت أو التذكرة أونلاين إذا كنت في حدود اللي هو مجال مزود الخدمة، فهذا طبعا يعطيك اللي هو الوقت الكافي بدل لا تروح تجلس هناك تنتظر، فبإمكانك تأخذ التيكت أونلاين، وبإمكانك تشوف طبعا يطلع لك البيانات اللي هي عدد الأشخاص المنتظرين اللي هو الوقت حتى الحصول على الخدمة، وبإمكانك هناك في أيقونة تطلع لك اللي هي المسافة والوقت اللازمين من مكانك إلى مكان مزود الخدمة. جميل جدا. طبعا كإضافة ثانية اللي هو البرنامج طبعا فيه اللي هي التنبيه قبل لا يجي دورك أو اللي هو وقت حصولك على الخدمة، ينبهك البرنامج تلقائي طبعا حتى لو كنت اللي هو عامل أوف للبرنامج. جميل. هذا التطبيق موجود على الهواتف الذكية ولا أيضا ممكن أنه يفعل من أي جهاز آخر؟ هو حاليا قمنا بعمل برنامج على نظام الأندرويد كشكل مبدئي حاليا، وقمنا بعمل نظام مصغر كهو النظام الموجود في الجهات المزودة للخدمة، قمنا بعمل نظام انتظار كهو طلب رقم التذكرة كنظام شاشة العرض رقم التذكرة ورقم الكاونتر، وقمنا بعمل تطبيق بنظام الأندرويد بحيث هذا النظام يكون متوافق مع نظام الجهة المزودة للخدمة. جميل. حاليا هو موجود
بيوت على نظام اندرويد عامين. ان شاء الله الخطه الجايه ان شاء الله نسوي على نظام الاي او اس. حلو، هذه الخطه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله طبقتوه بشكل فعلي هذا المشروع على ارض الواقع؟ نعم. لا بعدنا حاليا، لان المشكله لما سوينا ريسيرش سوينا ابحاث وطبعا مشروع تخرج، ولما سوينا الريسيرش والابحاث هذا وجدنا كل الانظمه اللي موجوده في الجهات الحكوميه ادارتها من خارج عمان. نعم. فهذه المشكله اللي واجهتنا احنا، فقمنا احنا بعمل نظام مصغر نفس النظام الموجود في الجهه المزوده للخدمه. حلو، وجربته؟ وجربناه، ويعني بالاضافه ان البرنامج اي ابديت في النظام لما يكون عدد المنتظر يقل نفس الحاله يكون التطبيق يكون على طول ابديت، اي ابديت في النظام يكون على طول موجود في التليفون في التطبيق. جميل. وانتم رايحين تشاركون في معرض جنيف الدولي للابتكار والاختراع، كنتوا متوقعين ان مشروعكم يفوز؟ والله بداية هو كان طبعا احنا شاركنا طبعا عن طريق دعم من الجامعة، طبعا هم عملوا اعلان للمجموعات فشاركنا احنا، فكان في صار فرز للمشاريع، فالحمد لله رب العالمين توفقنا كالمشروع الوحيد او الطلب الوحيدين الممثلين للسلطنة عن طريق جامعة السلطان طبعا قابوس، فكان طبعا المشاركة قوية ومنافسة قوية لأنه كانت في شركات كبيرة، فكان في شركات حتى يفوق عدد موظفيها 1000 موظف. ما شاء الله. ففي بداية كان عندنا ضغوطات طبعا، والحمد لله رب العالمين أرضينا لجنة التحكيم وأرضينا الجميع الحمد لله. جميل. ما أنا إيش تعتقد إيش اللي رشح مشروعكم انه يفوز؟ هل لانه يعني شيء مستخدم الواحد يحتاجه في حياته العاديه؟ لان هذا التطبيق يعني يخدم جهتين معينه، الجهه المزوده للخدمه وبالاضافه الى الافراد. حلو. الجهه المزوده للخدمه راح يفيدها اول شيء راح يقلل من كميه طباعه من كميه استهلاك الاوراق. نعم. وبالاضافه راح يقلل من كميه من الازدحام في الجهه المزوده للخدمه. نعم. اما بالنسبه للمستخدم فهو راح يستغل وقته في فعل اشياء اخرى. صحيح. بدل عن الانتظار في الجهه المزوده للخدمه بامكانه الذهاب وفعل اشياء اخرى بدل عن الانتظار. لا ويروح وهو مطمن أيضاً. ان اي شيء يكون على طول عندك ابديت في التليفون يعني. صح. بالاضافه انك حتى لو سكرت البرنامج على طول يوصلك تنبيه ان انت قدامك 5 الحين وعندك بالاضافه تشوف كم المسافه من مكانك انت الى مكان الجهه المعنيه. حلو. نعم. وبالاضافه البرنامج ان لو انت حتى حذفت البرنامج كامل البيانات موجوده، رقم التذكره مالك محفوظ. جميل. ما يتغير. حلو. وبالاضافه ان انت فرضا كنت جالس في الجهه المعنيه مزوده للخدمه وما عندك شيء تسوي، يوفر لك الجرائد اليوميه، يوفر لك الكتب العلميه، يوفر لك العاب، بعد بالاضافه يوفر لك عشان يتسلى. ايوه يتسلى. وبالاضافه ان كما تلاحظ لما تروحي مثل الشرطه ويوفروا بروشرات. نعم. فبدل عن يوزع بروشرات على الناس يكون في التطبيق نفسه. حلو جميل جدا. في حد من الجهات في السلطنه تبنت هذا المشروع عشان نراه على ارض الواقع؟ في الحقيقه للحين لم طبعا نجد، لكن ان شاء الله احنا كطلبه وعندنا في نفس الوقت شركه الحمد لله رب العالمين طبعا محتضنه من قبل هيئه تقنيه المعلومات. جميل. شغالين على المشروع ان شاء الله وبنحاول ان شاء الله تسويقه في اقرب فرصه ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم كل التوفيق. ما انت قلت ان عندك شكر. استاذ أيوة. شكر اول شيء لوالدي والى اخواني واخوتي والى كل من ساهم في المشروع سواء حمد الهناي وماجد النعمان لانهم اشتغلوا معنا في المشروع، بالاضافه الى مشرف المشروع الدكتور عبد الله الحمداني من قسم علوم الحاسب الالي، بالاضافه الى اداره كليه العلوم. نعم. والقسم، لانهم هم اللي ساعدونا في الذهاب والمشاركه في هذا الفعاليه. واحنا ايضا نشكركم على انكم جبتوا لنا الميداليه الذهبيه باسم السلطنه في مشاركتكم بمعرض جنيف الدولي للابتكار والاختراع. متمنين ان شاء الله باذن تعالى ان هذا الاختراع يجد طريقه نحو الواقع باذن الله قريبا جدا. الطلبه مانع بن سعيد الكلباني وسالم بن حمود الزيدي طلبه بكليه العلوم الفائزين بالميداليه الذهبيه بمعرض جنيف الدولي للابتكار والاختراع، شكرا جزيلا لكم ونورتونا في من عمان وبوركت جهودكم وفخورين فيكم. الله يبارك فيك. شكرا. اذا فاصل وراجعين مع محطتنا الاخيره وايضا في مفاجاه قبل الاخيره. خليكم معنا. قطع دجاج الصفاء. هل هناك المزيد؟ أنا أحافظ على صحة وسعادة عائلتي بتقديم منتجات الصفا دائما.
100% حلال، 100% طبيعي وشهي، 100% عماني، طازجة وطبيعية وشهية مع كل لقمة. مذاق تذوبين بحلاوته ويفتح عينيك على رقته، مع نعومة تلفك بالحرير وتبهرك كل مرة أكثر بكثير. جالكسي، عندما تعشق الشوكولاتة. شاركيهم ألذ اللحظات مع بوة المشاركة الجديدة من جالكسي. حياكم الله مشاهدينا. إذن يستعد الشاب العماني حلمي الكندي للانطلاق في رحلة حول العالم، وذلك ضمن مبادرة أمل للتوعية من آفة المخدرات. نقترب أكثر من هذه المبادرة اللي بمشيئة الله راح تبدأ مع نهاية هذا العام من خلال صاحب هذه الفكرة وأيضا صاحب شركة هذه المبادرة، المخرج السينمائي رامي مرتضى، رئيس ومؤسس شركة وولف برودكشن صاحبة المبادرة. حياك الله معنا أستاذ رامي. شكرا جزيلا لأستضافتك. وأيضا صاحب هذه المبادرة اللي راح يقوم بهذه المبادرة الشاب العماني حلمي بن هلال الكندي. مرحبا يا حلمي. الله يحييكم. راح تحقق الحلم إن شاء الله. الحلم تحققت إن شاء الله. إن شاء الله بإذنه تعالى. إذا أستاذ رامي، كيف جاءت فكرة إن حلمي يقوم بتجوال حول العالم للتوعية عن مخاطر آفة المخدرات وتبنيكم لهذه المبادرة؟ والله يا عزيزتي، في البداية بشكركم على استضافتكم وفي تلفزيون عمان. الشيء الثاني، حلمي يعني مميز جدا، شخص عنده تجربة في المجال. نعم. تعرفنا عليه في سبتمبر 2012. من أول جلسة كان في حوار. كونه هو ناشط في هذا المجال، وهو في مجلس إدارة جمعية الحياة عدة مرات، وناشط في التوعية وعمل مبادرات كثيرة، كان يصير سيرا على الأقدام حامل علم السلطنة حول السلطنة. نعم. ويبشر وكذا. ف جاءت الفكرة، قلت له حلمي ليش ما بنقدر نحن نطلع أفضل، نوسع هذا الموضوع ويكون عالمي. نعم. وخاصة أنك أنت يعني عندك الكاريزما وعندك القدرة وعندك هاي. وكان الحمد لله بدأنا بالفكرة وبدأنا بدراستها بدقة وتمعن يعني. صحيح. وأخذت وقت يعني، ما أنه أطلقناها قبل ما نكون درسنا كل التفاصيل الممكنة. جميل. اللي ممكن فعلا تواجهنا. نعم. نعم. طيب حلمي، أنت مثل ما ذكر أستاذ رامي كان ليك يعني سابقات في هذا المجال، والتوعية من مخاطر المخدرات بالتحديد كان دائما رسائلك. نعم تحديدا. نعم. طيب من خلال هذه الرحلة الحين أنت طفت حول السلطنة، والحين راح تنتقل إلى يعني طوف حول العالم، تجوال حول العالم للتنبيه وأيضا التوعية من مخاطر المخدرات. خلينا نقول أيضا بالإضافة إلى هذه التوعية، إيش الرسالة الأخرى اللي حاب توصلها كونك أنت عماني والمبادرة تنطلق من السلطنة؟ أولا أشكر على هذا البرنامج الجميل وعلى حواركم الرائع. الله يسلمك. يعني باختصار يعني أريد أنشر السلام حول العالم. جميل. هذه واحدة. ثانيا أريد أوصل للمدمنين العالم أن في أمل بالتعافي. يعني أنت دخلت في المخدرات وغرقت في هذه الآفة، في أنك تتخلص من هذه المشكلة مثل ما قدر الآخرين فأنت تقدر. هذه هي. ثالثا نريد أن نعرف العالم أن عمان دولة جميلة فيها التراث والسياحة. حلو. هذه باختصار. جميل. طيب الحين أنت إن شاء الله راح تقوم بهذه المبادرة،
ولكن في ايضا اشياء حققتها من قبل. خلينا نتعرف على ابرز الخطوات او ابرز الانجازات اللي حققتها خلال المرحله السابقه. يعني ممكن انا الخصها حاليا، انا مستشار في الاتحاد العالمي لحمايه الطفوله من الادمان المبكر. جميل. وهي مركزها في السويد. نعم. هذه والحمد لله يعني اطلقت كثير محاضرات، كانت جلسات فرديه لاسر مدمنين او كانوا بالذات مدمنين كانوا ما زالوا يتعاطوا او تعافوا من الادمان، غير محاضرات جماهيريه. نعم. نعم جميل. يعني فعلا استاذ رامي اختيارك كان موفق. رامي او حلمي واصل للعالميه من قبل هذه المبادره، الحمد يمكن لله. راح يسهل ايضا هذه المهمه. والله هو يسعدني ويشرفني اني انا قدرت ساعده لحلمي انه يوصل لهذه المرحله، لانه يعني مجرد ما اطلقناها في ديسمبر جاءت الاتصالات من حول العالم. حلو. وخاصة أنه نحن عندنا تجارب عالمية سابقة بمبادرات عالمية سابقة في فرع شركتي في دبي. جميل. فكانت تجربة ربما الثالثة لي هذه، ولكن في هذا المجال هذه الأولى. حلو. فأنا كتير كنت دقيق في اختيار حلمي، أو بالأحرى أصلا هي فصلت هذه المبادرة على قياس حلمي بالضبط على إمكانياته وقدراته، لأنه ما شاء الله يعني شاب مشرف جدا. نعم. ونحن بهمنا أنه نرفع علم السلطنة خارجا تقديرا لما تقدمه السلطنة حقيقة. جميل جدا. في كل المجالات. الله يسلمك. نتعرف على أبرز ما راح تقدمه الشركة لحلمي لإتمام هذه المهمة. والله نحن لن نألو جهدا أبدا في أي تفصيل من التفاصيل. الآن نحن عم نحاول نأمن له كل الأشياء اللي بيحتاجها في موضوع التدريب البدني والنفسي والأشياء هذه، أي تفصيل آخر من المراسلات والأشياء، الدعم اللوجستي، الدعم المالي اللي بنقدر نعمله نحن، كل الوقت الآن مركز من فترة عليه بعد ما. جميل. فالآن إن شاء الله تعالى علاقاتنا العالمية بتكون بين ايدي ايضا من اعلام ومن علاقات في مؤسسات حكوميه دوليه عالميه في اليونايتد نيشن. نعم استاذ رامي، كونك انت مخرج سينمائي ممكن نشوف يعني مبادره حلمي في فيلم موثقه بالضبط. في فيلم هذا جزء من المبادره انه نحن رح نحول الرحله وقصته إلى فيلم وثائقي. جميل. تفصيلي حول العالم في 90 دقيقة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله بيكون يعرض حول العالم بإذن الله. حلمي، من ضمن جدولك في هذه الرحلة والمبادرة، هل راح تلتقي بمثلا مصابين وأيضا يعني مدمنين على أساس أن مثلا مساعدتهم مواساتهم خلينا نقول، وأيضا فيما يخص ناس متشافين أيضا من هذا المرض، غير طبعا التوعية الناس الأصحاء من مخاطر هذه الآفة؟ طبعا طبعا، هو أساسا الرحلة في كل دولة احنا نروحها يكون في تنظيم معهم على أساس يجمعوا أكثر قدر ممكن من الناس، يعني يكون لي محاضرة فيها مؤتمر وعندنا معرض متحرك. جميل. في خلال هذه الملتقيات إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أبرز العواصم اللي راح تمر فيها هذه المبادرة؟ عزيزتي المبادرة إن شاء الله راح تلف كل القارات، وهذا الأهم. حننتقل من المناطق الأقل استخداما للمخدرات إلى المناطق الأكثر فالأكثر استخداما. مارين طبعا في البداية، منطلقين من منطقة من عمان إلى منطقة جي سي سي كانتريز اللي هي الخليج العربي. العربي. بعدين الانتقال إلى آسيا عموما، بعدين أستراليا، أفريكا، بعدين جنوب أمريكا، أمريكا الجنوبية، أمريكا الشمالية، أوروبا، والعودة إلى الوطن الأم. جميل جدا. إحنا نتمنى لهذه المبادرة كل التوفيق، مبادرة إنسانية وطنية جميلة جدا، نتمنى لها كل النجاح وتحقق أهدافها سواء من الناحية الإنسانية وأيضا من الناحية الوطنية، وتحقق حلمك يا حلمي بن هلال الكندي، وتحقق حلم أيضا رامي مرتضى المخرج السينمائي ورئيس ومؤسس شركة وولف برودكشن صاحبة هذه المبادرة، تحقق حلمنا جميعا يا حلمي. هي كلمتين. اتفضل. كلمتين. يعني أساسا المبادرة
لها كثير يعني ناس طلبتها خارج السلطنة. جميل. بس احنا مصرين تكون وطنية خالصة أساس نرفع علم السلطنة. أكيد. فهي حلم العمانيين وحلم العرب وحلم كل واحد ان ننشر السلام. أكيد. شكرا، واحنا واثقين تمام الثقة انك قد هذه المسؤولية مثل ما قال استاذ رامي، وان شاء الله تحقق حلمنا جميعا في هذه المسألة. شكرا جزيلا لكما، نورتونا في برنامج من عمان. إذن خبر سعيد زف إلينا أثناء الحلقة، وهو فوز ولدنا وابن السلطنة الشاعر الجميل حمود بن وهجة، تأهل بتصويت الجمهور للمرحلة 15 في برنامج شاعر المليون. مبروك مبروك يا حمود، وهو معانا على الهواء، وهذه المفاجأة اللي قلت لكم عنها. مبروك يا حمود. مساك الله خير اختي عايده، الله يبارك فيك، لكن الله يسلمك التصويت مستمر لبكره لا زال يعني. اها عيل، انا سمعت انه انتهى خلاص، انا فرحت وفرحت الجمهور معي، اذا ان شاء الله هذه الفرحه. قلت الشباب في عمان دارين اكثر عني، وفرحت اكثر منكم بعد. لا غير ان شاء الله هذا فال خير باذن الله تعالى، وان شاء الله تتاهل في حلقه الغد باذن الله. نتمنى لك كل التوفيق يا حمود. حمود كم رقم تصويتك؟ تسلمين. والله طرشور رقم 13 لعمان موبايل على 9، الحين الرقم ما عندي، 9-0. خلاص اذا احنا بنشوف المهم رقم 13 اي نعم رقم 13 وعمان موبايل والنورس. هذه الارقام واضحه معنا على الشاشه مثل ما تشوفونها. نعم مشاهدينا، هذه الارقام، صوتوا وبكثافه لابن السلطنه حمود بن وهجة لانه يستاهل اكيد، واحنا فخورين بك ايش ما كانت النتيجه يا حمود. الحمد لله، وان شاء الله يكون هذا الاتصال فال خير وفال حسن عليك، وان شاء الله تفوز وتتاهل الى المرحله القادمه من برنامج شعر المليون. اذكر ان سعيد الحجري ابن السلطنه كذلك حلقته بكره، ونتمنى له التوفيق، وعسى ان شاء الله يتاهل باللجنه، واذا ما صار يعني وقوف اهل عمان المعتاد مع 4 شعراء ووصلوهم لهالمراحل، فوقوف مشرف. جزاهم الله خير. ان شاء الله ان شاء الله تتاهلون، وبالفعل مشاركتكم هي مشرفه وفخر لنا جميعا. شاعرنا الجميل حمود بن وهجة، كل التوفيق لك وايضا لجميع الشعراء العمانيين المشاركين في هذه المسابقه، ومع شاعرنا الجميل ختامها كان مسكا. مع ناتي لختام حلقه الليله من برنامج من عمان، لقائنا بكم يتجدد بمشيئه الله يوم الغد مع محطات جميع جديدة تأتيكم فقط من عمان. إلى اللقاء.